السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض خبز التورتيلا او الشاورما او الساندويتش، كل واحد كيف غيسميه. هنايا عندي نص كيلو ديال الطحين، عندي معلقه صغيره خماره ديال الخبز تكون عامره، معلقه صغيره ديال السكر، هنايا عندي الملحه كيبقى على حسب الذوق. هنا عندي تقريبا 250 مليلتر ديال الحليب، وذوبت فيه معلقه كبيره ديال الزبده. صافي، كنخلط جميع المقادير، كنديرهم في العجانه. اللي ما عندهاش العجانه كتعجنهم بيدها عادي. من بعد غادي نغطيها، انا غادي ندخلها للثلاجه 3 تاع السوايع. نتوما تقدروا تخليوها تخمر ساعه في مكان دافئ، ومن بعد نرجعوا باش نشكلوا الخبز ديالنا. ها هي تعجنات العجينه ديالنا كما شفتوا، طريه وما كتلتصقش باليد. شوفوا كتبان لكم ولا لا؟ ها هي كتكون طريه وما كتلتصقش باليد. صافي، انا غادي نغطيها ونخليها في الثلاجه كما قلت لكم 3 تاع السوايع. نتوما تقدروا تخليوها ساعه تخمر في مكان دافئ. صافي، غادي نرش شويه طحين وغادي نقسمها على كويرات. شكل كويرات كما قلت لكم. قسموهم على شحال ما بغيتوا، انا غادي نحاول ندير 10 ديال الكرات. نتوما بغيتوهم كبار كديروا على حسابكم، غادي نحاول نديرهم صغار ما نكبرهمش. كنديروا شويه ديال الطحين، كنطلقوا الكرات ديالنا. كما شفتوا العجينه طريه، الا شفناها كتلتصق كنديروا لها شويه ديال الطحين باش ما تعذبناش في التراق ديالها. بقاو نحلوها رقيقه. نتوما الا كنتو غادي ديروا بهم الشاورما كديرهم شويه كبار، انايا غادي نعمرهم ونولي نطيبهم. كتلقاها شويه رقيقه، قلت لكم شفتوا معايا انا طلقتها رقيقه، دايره واحد المقله كتسخن ما ندير فيها والو، وغادي نديرها طيب على جوج تاع الجوايع، غير تشمع من الجهه التحتانيه نقلبها على الجهه الاخرى، ما خاصهاش طيب بزاف حقاش الا جينا نديرو فيها الحشو ونلويوها غادي تهرس لنا. ها هي هنا انا درتها طيب، غنحس بها شمعات من التحت نقلبها. صافي، غادي نخليها تاني تشمع من ديك الجهه شويه ونزولها. ها هو خبز تاع التورتيلا او الشاورما، راه واجد. هانتوما كتقدروا تلويوه، علاش قلت لكم ما خاصوش يطيب بزاف باش ما يتهرسش. صافي، كنخليوه يبرد وكديروا فيه الحشو اللي بغيتو. هذا هو الخبز، كيجي طري وحاجه تاع الدار مزيانه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. انا اليوم ان شاء الله غادي نعمرهم ونطيبهم بهذا الشكل، نرجعهم يطيبوا. الحشو كل واحد يدير اللي بغى، الحشو كيبقى اختياري، كل واحد يدير اللي بغى. انا هنايا غادي وحده ندهنها بالفرماج عادي ديال الخبز، اي نوع كتفضلوا.
الطريقه. هذه ريكولا، واحد النوع من لاصالات، كيديروها مع البيتزا، كيديروها في الحشوات، كيديروها دابا راه متواجده. غادي نديرها هكذا في الوسط، وغادي ندير طريفات ديال الموتزاريلا بهذا الشكل صافي. وكنسد الخبز وكنرجعو في نفس المقله اللي طيبت فيها العجين تاع الشاورما ديالنا، نرجعو في نفس المقله. غادي نزيد معكم وحيده، هذه غادي ندير لها صوص طوماط في واحد الطريف، غير شويه ماشي بزاف. كندير شويه ديال الكفته مشحره حتى هي، تقدروا ديروا طون، تقدروا ديروا دجاج، تقدروا ديروا خضره، تقدروا كشي كيرجع لكم بهذا الشكل. حتى هي كندير فيها الموتزاريلا صافي، وكنسد عليها حتى هي نديرها في المقله. انا هنا درت خبز تاع التورتيلا ديالي يطيب، ملي نحس به تحمر من التحت نقلبو على هاد الجهه ونخليه يكمل الطياب ديالو. الخبز ديالنا بعد ما طاب راه كيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، والى وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.